اشتهر بصوره واحرز لقب الشرف كواحد من افضل مصوري الحرب اللبنانية المعاصرين. هو يلي برع باختزال المشهد السياسي اليومي من خلال رسومات كاريكاتورية جسدت واقع الاحداث الراهنة بلبنان والشرق الاوسط والعالم. رسام الكاريكاتير ستافرو جابرا رح يحكي عن مشوار حافل ومازال مستمر من 42 سنة لليوم. عم تعرف الشعب شو بده؟ انا لسان حاله للشعب اللبناني. بألو بيروت مع سينتيا الأسمر بكرة 10:30 مساء على الجديد.